اولا عايزه انبه على شويه تنبيهات وبعد كده يعني ايه نتكلم في الحاله الايمانيه اللي بتمر بها الامه الحاليه. يعني خلينا انبه شويه حاجات، وده اللي خلاني اطلع البث النهارده. انا كنت يعني ناويه يعني ايه قدامي فتره كده عبال ما اطلع، لكن اللي حصل ان جالي رسائل واتصال دولي وناس، والدنيا عظيمه جدا، ان يعني في ناس، خلي بالكم انتبهوا، بتلم تبرعات باسم هاله سمير، وفي ناس بتروح تكلم اللي حواليها وبلاد تانيه وناس تانيه. احنا تبع الدكتوره هاله سمير واحنا الدكتوره هيات، ويوروها سكرينات ليا مثلا من سنتين ثلاثه، حد كان عنده مشكله مع والدته ولا والده ولا عياله ولا مشكله مع اخواتها ولا مش عارفه باباها في ازمه ايه، والكلام ده ادعم الناس وبس بتطمن عليهم وتلقى وان شاء الله ما فيش ونثبت. وكلمتني في استشاره تاخد الحاجات سكرينات وتبعتها للناس. انا مع دكتوره هاله شخصيا وهي بتتواصل معايا وانا محل ثقه، واعطوني تبرعات. اوعوا واحذروا، انا لا يمكن ابدا، ما في حد بيلم باسم اي حاجه ولا نتبع اي حاجه، وانا بريئه من هذا الامر، وانا مش يعني انتوا عايزين تاذوني بالاذى الغير طبيعي ليه؟ ليه تعرضوني لمساءلات قانونيه والكلام ده؟ انا لا بقول لحد لم، وعمري في حياتي ما هقول لحد تبرعات ولا الكلام الفاضي ده، ولا حد يجي يضحك عليك، وانا بقول لكم اهو، ولا حد يجي يضحك عليك ويقول لكم ده احنا تبع هاله سمير واحنا محل ثقه فاعطونا تروح مش عارفه اصل بنعمل وجبات فين وبنطلع بطاطين فين وبنعمل ابيار، ماليش دعوه بالقصه دي تماما، طالما انا ما طلعتش بنفسي اتكلم واقول يا جماعه الامر ده انا اتمنه، المكان ده انا اتمنه، محدش يتكلم باسمي وياخد شات بيني وبينها، او تاخد تسجيل نتيجه الحاله كانت بتمر بيها او مشكله او استشاره وانا رديت عليها. طب كده ده كلام، فانا بريئه من هذا الامر، واي حد هيقع في الموضوع ده هو اللي يتحمل مسؤوليه نفسه. انا بريئه من هذا الامر ولا اعلم عن هذه الامور اي شيء، ولا حد يتكلم باسمي ولا تثقوا في حد اصل دكتور هلا مزكياني ولا الكلام ده. طالما ما طلعتش بنفسي واتكلمت وقلت خلاص اعرفوا ان كل دي جهات نصب وجهات احتيال، وانا لا ولا يمت لي باي صله. تمام كده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني فجعت والله يا جماعه فجعت الاسبوع اللي فات، بعتلي فريق السوشيال بيقولوا لي يا دكتوره في ناس بتتكلم باسمك من داخل مصر وناس بتتكلم من خارج مصر. انا مش في مصر يا جماعه، انا بره مصر بقالي 10 سنين وانا قاعده في اسطنبول حاليا، انا بره تركيا لكن انا قاعده في اسطنبول. الفكره في الاول وفي الاخر انا بنبه، انت جايه تبعتي استشاره، انا بقول انا لا بقبل امور على الـ على الـ على الماسنجر، ولا بقبل استشارات على الماسنجر، ولا بجاوب على الماسنجر على حد، والرقم بتاعي رقم تركي اللي يتواصل معايا بيه 00905445338 93. ف اي حاجه خلاف كده ده باطل، وده ناس مزوره. فتقومي تبعتي صورك وتبعتي مشكلتك مع زوجك وتبعتي تفاصيل حياتك وترسم ضحكوا علينا، اصل هم عاملين ارقام خزعبليه وخدوا مننا. انا يعني انا ده الفيديو يمكن رقم 200 اللي انا بنبه فيه، ما في حد تماما يتواصل مع اي حد، انا ما بجاوبش حد على الماسنجر، طريقه التواصل معايا في الاستشارات معروفه والرقم معروف وموجود فيديو مثبت على الصفحات كلها باسمي وبشتمتي وبحالي. الرقم بتاعي رقم التواصل رقم تركي 00905445338 93. خلاف كده كذابين، فليه تبعتي صورتك؟ يعني هلا سمير هتقول لك ابعتي تفاصيل صورتك، وانت تبعتي صورتك ليه وانت في غرفتك؟ تبعتي صورتك ليه وصور عيالك؟ انا هعمل بيهم ايه؟ ما دول يا اما صحراء يا اما ناس وشركات ابتزاز عالميه. ما ارجوكم يا نساء، ارجوكم ما في الكلام ده خالص، ولا 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 تصدقوا اي حد، لا حد باسمي بيلم تبرعات، ولا حد باسمي يتكلم باسم استشارات، طالما مش الرقم الخاص، طالما مش انا برد يقول لك اصل كلمتنا على الماسنجر، وجد واحده تقول لك انا واحد من ضمن النصائح اللي كنت بتديها لنا على الواتس بتكلمينا على الماسنجر، فاحنا العلاقه بيني وبين زوجي. وانت مين قال لك ان انا انت مين قال ورقم جوه مصر؟ مش انا في مصر، انا في تركيا بقالي 10 سنين. فالفكره في الاول وفي الاخر اوعوا تقعوا في المشكله دي.
اوعوا تقعوا في الخيه دي، وحالة حد يضحك عليكم ولا حد يقول لكم الكلام ده. التنبيهين دول مهمين. اللهم قد يعني اعذرت وانذرت، اللي يقع بقى كده يعني خلاص المؤمن كيس فطن يا جماعه، ما ينفعش نبقى بالسذاجه دي. طيب ده اول جزئيه، وده اول حاجه النقطه اللي خاصه بموضوع التحذيرات والتنبيهات.